أكثر من 50 عينة تحليل يوميا تجرى هنا بالمخبر الرئيسي لشركة المياه والتطهير سيورب وهران. طاقم من عشرة المخبريين والمختصين في الميكروبيولوجيا والفيزيوكيمياء يقومون بفحص ومراقبة جودة ونوعية المياه التي تصل للمستهلك عبر الحنفيات. هنا في اليونيتي فيزيكوشيمي نقوم بعدة تحاليل فيزيوكيميائية، هو تأكد من جودة المياه الصالحة للشرب. من بين التحاليل هنا عندنا هذا ليقوم بتحليل الكلورور في الماء، عندنا ثاني هنا الكربونات والبيكربونات، عندنا نقوم بتحليل الأمونيوم. هذه العمليات نقوم بها يوميا. وتبدأ مراقبة جودة المياه على مستوى محطات المعالجة، حيث تحتوي كل محطة على مخبر عملياتي يضمن توافق المياه المعالجة مع المعايير الصحية، وتتم معالجة المياه عبر عدة مراحل. كاين اون كارونتين دو بيرسون سور سيت لي يل فون لي بريليفمون كوتيديانمون سور لي زوفراج لي زوفراج هيدروليك اي عند لو كونسوماتور يل فون لو بورت ا بورت يدخلوا عند في هاد لي ميزون وهاد لي كونسوماتور يل فون لي بريليفمون. يدخل عندنا المخبر نديروا له اون كوديفيكاسيون بيان سور اون ريسبسيون اي اون كوديفيكاسيون، من بعد يتوزع اترافير plusieurs secteurs. Le premier secteur, c'est la microbiologie, où on a les analyses de bactéries. Elle prend 48 heures, l'analyse microbiologique, où on a 4 paramètres, où on a chauffé, est-ce qu'il y a des bactéries pathogènes qui sont nocives à la santé du citoyen. Ils font l'ishal, ils font عدة أمراض. والدوزيام سيكتور يل في الاناليز فيزيكوشيميك بيان سور، نشوفوا املاح اللي كاين في الماء، نشوفوا لا مينيراليزاسيون اللي كاينه. وتجري شركة مياه والتطهير لوهران سيور اكثر من 100,000 تحليل كيميائي وبكتريولوجي سنويا لمراقبة جودة مياه الحنفية والموزعة من طرفها عبر كافة بلديات ولاية وهران.